عليكم السلام. كيف انتم؟ عافيكم. طيبين؟ طاب الله فيكم. كيف انتم؟ عافيكم. طيبين؟ طاب الله فيكم. ماجورين؟ الله يبقيكم. والسلامة. سلمة. يلا حيهم. الله يعافيكم. حي الله الشيخ ابو نايف. أولا من الأولات بيض الله وجيهكم، بيض الله وجيهكم، بيض الله وجيهكم. بيضا ترفع فوق كل نايف. جملتوا أنفسكم وجملت ربعكم، واسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق، واسأل الله لنا ولكم الجمل ولأهل الحفل الجمل. بيضان وجيه مجملين وعلى قصورنا معكم، لكن ما يخدم القوم إلا سيادها. بيض الله وجيهكم. ألف عليكم يا ربعكم، نحتري ربوعنا وسلامتكم. سلمت ولا ندمت. الله يحييك. الشيء لك والشان شارك عندي فداك، والمطاليق خدمة لك كلهم، لا اللي هنا ولا اللي غايب. مرحبا ألف. الله يحييكم. وافين نفداك.
عافيكم طال الله فيكم كيف انتم طيبين يا ابو نايف ولا هم ولش المطاليق اللي عندي ساهم بيض الله وجيهكم بيض الله وجيه كل من حضر وتعنى ربعكم يرحبونكم في محلكم الفضل الله ثملكم التعب منكم والخسارة منكم ولا حل بالبلي نرحبكم في محلكم وعباكم الله يعافيكم ولا يهيكم ما يوصل ما يوصل الا يوصل لو والله غريب على صبيان بشر بن حرب صبيان جد بن سعد بيض الله وجيهكم ولا يهينكم وبالمناسبه هذه عندي كلمه اتمنى من الجميع انه يسمعها ويفهمها والى العموم ويتخص كبار بني بشر لا مشايخ ولا نواب ولا اعيان ولا رجال اعمال هذولا ابناءكم من شباب بني بشر اسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظهم جميع والسامعين واسال الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق هم العزوه وهم المستقبل وهم يدنا وهم سندنا يجب على الجميع ان يدرك الحاجه هذه اننا دائما نكون متعاونين معهم نفهم احتياجاتهم ندعمهم فيما يجمل ويرفع شان بالقبيله تحصل قياده دولتنا اسال الله لها العز والتوفيق والتمكين الكلام هذا ايضا موجه بعد رجال الاعمال اللي الله فتح عليهم واسال الله لهم الزود والفضل والرزق من عنده والسامعين دعم شباب القبيله مطلب خدمونا وقاموا وساعدوا وحفظوا المخيم لنقطة الاجتماع والله لو ان نحن نرتب مخيم على نحب نقعد فيه بس ما نبغى نعني على احد في الحضور يا المكان دائم مثل ثلاثة ولا أربع مرات ولكن أدري ان لو نصينا الأمور هذه أقل شيء هنا أسبوع بالرابط وحن طرقتنا بعيدة فعشان كذا ما قصروا الربع جاهزين الامور كلها وبيض الله وجيهم وبحضوركم وحبيت اني انوع الامور هذه وسلامتكم. بيض الله وجيهكم. صلوا على النبي صلوا على النبي قولوا لا اله الا الله. عسى الله يجمعنا وياكم على العلم والطاعه ويجملنا ولا يحملنا ويوفقنا وياكم لما يحب ويرضى. الكلام اللي ذكرته نعتبره وسام على صدورنا ولا لنا فضل في ربعنا. أنا أتكلم باسمي وباسم أعضاء منتقى قبائل بني بشر وجنب بن سعد تهامتك المخايم والخير والفرسان والحال والمال في دار ربعنا حمدونكم وحن ما حن إلا خناجر تخدم السيوف الربع دول اللي يقبلوا عليكم هم أعضاء منتقى قبائل بني بشر يمثلون من غاب وحن معكم في الكبيرة والصغيرة وما حصل هو مجرد رمز عطاء منهم لكم يا قبائلهم وانتم وافين وزود وما ذكر ابو نايف مع اللي بزيد عليه الله يحييكم ويطول اعماركم ويجمل حالكم
يا حلب كوثر القط الله يحييك. يا سلام الله لكم يا اهل الطاله يا الهواجر ربع نادر قحطاني يا ابن شافي جوك لجواد نص والصاله بشر وجنب مرايه بنت اقباني. العم سلامتكم سلامه الجميع. الله يسلمك. الله يطيب وياكم ويرحمكم. امين. والعجل وكرامته. امين. اسال الله سبحانه وتعالى. امين. عز الاسلام والمسلمين. علينا نفتح. الله يمين. وحمايه رايه الدين. وصاقه الحرمين الشريفين. ولي عهد الامير. نسال الله ان يديم الامن والامان. على داعيكم يا بن شافي. اقبلنا عليكم من الحج لداعيكم. الله يحييكم. ملبيك ومشاركين ومتطابقين. ما حسكم حسنا. ما زعلكم زعلنا. ما زادكم زادنا. كلكم اليوم وبكره وبعده. والله لا نبلغ بالمشوه. بس القصه. ولا العرب بالعرب. لكن حلكم تحت رايه بن سعود